خير فيه؟ هبقى اكلم حضرتك في التليفون عشان محدش يشوفني. يعني خدامة بتوصل سيدها عادي، وبعدين مش انت اللي هتعلميني اللي صح واللي ما يصحش. انا اللي معايا وديك ورا الشمس، اوعى تنسي سمير ابو المجد. انا ما قصدتش والله. مين اللي بيجي لصابر؟ كان معايا الاثنين اللي اسمهم عمرو وعماد دول. انت قعدتك هنا زي قلتها، انا عايزك تصحي للمهمه اللي انت جايه عشان تنفذيها، عشان بعد كده ما ترجعيش تعيطي. يعني اعمل ايه يا باشا؟ انا مفيش حد بيدخل الفيلا غير لما بكون جايبه لك قراره. هيا كانت عنده بتعمل ايه؟ بيقعدوا لوحدهم وبيوطوا صوتهم، مش بسمع حاجه. شفتيش معاهم اي اوراق عقود اي حاجه زي كده؟ لا، تدخل فاضيه وبتخرج فاضيه. انا عايزك تفتحي عينك كويس، تراقبي صابر، اي خطوه يخطيها تبلغيني بيها حتى قبل ما يخطيها، فاهمه؟ حاضر. يلا روح. مع السلامه يا سمير بيه.